أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بدأت اليوم أعمال اللجنة الدستورية المكلفة بوضع دستور سوري جديد برعاية الأمم المتحدة في جنيف. طبعا معلومات من جنيف تحدثت عن خلاف في الإجراءات التي بحثها المبعوث الدولي جير بيدرسون مع رؤساء الوفود حول نقطة الجدول الزمني لإنجاز الدستور، كما علق عدد من أعضاء الوفد وفد المجتمع المدني مشاركتهم بسبب ما قالوا إنه تهميش لدورهم. نتابع المزيد في التقرير التالي. دستور جديد لسوريا، هذا ما تسعى إليه الأمم المتحدة ومن خلفها الدول الفاعلة في الملف السوري من خلال اللجنة الدستورية السورية. اهتمام دولي جدي في مسار العملية السياسية، هذا ما أخبرنا عنه بيان الدول الضامنة لأستانا في جنيف. وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران أكدوا في بيانهم الذي خرجوا به عقب اجتماعهم مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون دعمهم للجنة الدستورية التي تعد امتدادا لمسار أستانا وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار السوري في منتجع سوتشي الروسي العام الماضي. اللجنة يترأسها رئيسان مشتركان عن المعارضة والنظام، وتتألف من 150 عضوا بواقع 50 لكل من المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني. الدول الثلاث أعربت عن اقتناعها بأن إطلاق اللجنة الدستورية يثبت أنه لا يمكن أن يكون هناك حلا عسكريا للصراع في سوريا بحسب البيان. الولايات المتحدة أيضا تدفع نحو اللجنة الدستورية. سفارة أمريكا في دمشق وعلى صفحتها في فيسبوك نشرت عن عقد اجتماع وصفته بالإيجابي في جنيف بين نائب مساعد وزير الخارجية جويل رايبرن والقادة الرئيسيين للجنة الدستورية في هيئة المفاوضات. رايبرن عقد مؤتمرا صحفي في جنيف قال خلاله إن هناك دعما إيجابيا من المجتمع المدني للجنة الدستورية، كما أن الولايات المتحدة تقدم دعمها لقائمتي المجتمع المدني والمعارضة، كما أكد أن أي طرف سيلعب دورا سلبيا ضد تشكيل حكومة جديدة في سوريا أو الوصول لانتخابات جديدة يجب إيقافه من خلال فرض واشنطن عقوبات لمنع أي أحد من التأثير على عمل اللجنة الدستورية التي تشكل عملية سياسية جديدة. أبدأ معك مراسلنا عباس الديري، ما هو جدول أعمال هذه اللجنة؟ تحية طيبة، أهلا وسهلا. جدول أعمال هذه اللجنة هي الافتتاحية اليوم، كان اليوم الأول شهد كلمات لرئاسة الوفود. في البداية كان للسيد جير بيدرسون الممثل للأمم المتحدة، ومن ثم كانت تتالي رئاسة الوفود النظام ووفد المعارضة. من المتوقع أن تستمر الاجتماعات بشكل روتيني في الساعات المقبلة. ستكون هناك اجتماعات اليوم مساء، وسيكون أيضا غدا وبعد غد. سيكون في نهاية هذه الاجتماعات تشكيل لجنة مكونة من 45 شخص، 15 لكل لجنة، أي 15 للجنة النظام نظام الأسد، و15 للمعارضة، و15 للمستقلين أو المجتمع المدني كما نسميهم. نعم. سيد أو الدكتور محمود سليمان، هل نحن أمام بالفعل تعديل دستور 2012 أم في طريقنا لصياغة دستور جديد؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين الكرام. يعني ضمن هذا السؤال حصرا، أعتقد أن سيطرح تعديل الدستور، دستور 2012، لسبب آلية اتخاذ القرار بهذه اللجنة. يعني لو افترضنا أن هناك اقتراح على دستور جديد، هذا يتطلب 75%، وهي غير مضمونة، ولذلك أعتقد سيتم الرضوخ إلى تعديل دستور 2012. نعم، بهذه النقطة حصرا. كيف ترى سيد عبد الوهاب، يعني هل هو بالفعل تعليق إعادة صياغة دستور جديد أم تعديل دستور 2012؟
يعني دعيني أنطلق مما تقوله المعارضة. المعارضة تؤكد وتجزم، طبعا هنا نقصد هيئة المفاوضات أو كتلة المعارضة في اللجنة الدستورية، تؤكد بأن النظام السوري، بأن كتلة المعارضة موقفها ورأيها وصوتها واحد داخل اللجنة الدستورية، وبالتالي هي قادرة على التعطيل في حال قدم النظام أي مقترح لعملية التعديل الدستور، وأن النظام السوري صحيح أن كتلته واحدة لكنه لا يستطيع الوصول إلى الرقم الترجيحي الأكبر وهو 100 وفوق 113 صوت. هذا كلام المعارضة، لكن شخصيا أنا صراحة يعني أشك بفعلا قدرة المعارضة على تجميع أصواتها والإجراءات أو الآليات التنفيذية أو قواعد إجرائية، لذا المعارضة داخل اللجنة الدستورية قادرة فعلا على ضبط الأصوات بشكل متماثل ليخرج بالنهاية بصوت واحد، سواء يعطل قدرة النظام على صياغة مقترح بتعديل الدستور أو يجعلهم يدفعون باتجاه مقترح لصياغة دستور جديد. هل النظام السوري قادر على الدفع بمقترح لتعديل دستور عام 2012؟ أعتقد أن الأمر أكبر من ذلك، لا يتوقف الأمر عند قواعد إجرائية وكتلة تصويتية أو عملية تعطيل. أعتقد الأمر أيضا هناك دور للأمم المتحدة في ذلك، يعني كتلة الأمم المتحدة، وحتى وإن كان النظام السوري قادر على الوصول لبعض الأشخاص أو التأثير على بعض الأشخاص فيها، لكنها في النهاية تحسب على الأمم المتحدة، والأمم المتحدة هي التي يعني تستطيع هنا الدفع باتجاه تمرير القرارات أو عدم تمريرها. أيضا موضوع الدول الضامنة، يعني نتحدث عن كتلة المعارضة وكتلة النظام، هو موقف في النهاية سيكون موقف دول ضامنة، ولولاه لما اجتمعت الدول الضامنة أمس قبل بدء أعمال اللجنة الدستورية، علما أن المبعوث الأممي لم يستدعهم يدعهم إلى جنيف، إنما كان حضورهم تلقائيا من أنفسهم. وهذا أيضا موقف ومؤشر مهم حول مدى دور هذه الدول في الدفع باتجاه مقترح بعينه أو آلية بعينها، سواء صياغة دستور جديد أو تعديل دستور عام 2012. من الدول الضامنة أنتقل للدكتور محمود. بالنسبة لبيان الدول الضامنة لأستانا الذي يدعو إلى الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، أيضا دعا جميع الأطراف إلى احترام هذه المبادئ، لماذا التدقيق على هذه النقطة تحديدا؟ هل هناك أطراف تدعو لعكس ذلك؟ بداية بالنسبة لموضوع اللجنة الدستورية، دعيني بعدة كلمات أن هذه اللجنة الدستورية حقيقة هي التفاف على قرارات المجلس الأمن وبيان جنيف، التي تدعو صراحة قبل اللجنة الدستورية إلى هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات، وهذا هو أس المشكلة وجوهر المشكلة الحقيقة. فإن هذا التي تدعو هيئة الحكم الانتقالي إلى الانتقال السياسي، هذه اللجنة الدستورية تنهي عملية الانتقال السياسي. هي صراحة هذه اللجنة الدستورية سواء طريقة آلية اختيار أعضاؤها أو آلية اتخاذ القرار، فهي في صالح نظام، في صالح العصابة الأسدية قولا واحدا، وسواء كان هذا الدستور تعديل أو دستور جديد، فبكل الأحوال هناك يتطلب 75% لإقرار أي مادة. وبعيدا عن وفد المعارضة الذي فيه الكثير يتفق مع النظام بكثير من النقاط، وأيضا أعضاء المجتمع المدني أيضا، لذلك لا يمكن تمرير أي مادة لا يرغب بها وفد النظام. هاي صراحة. طيب. سنتابع الحديث حول اللجنة الدستورية، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا نتابع في ثنايا الخبر نقاشنا حول اللجنة الدستورية، ابقوا معنا. Thank you.
نرحب بكم من جديد مشاهدينا، مستمرون معكم في مناقشة بدأ أعمال اللجنة الدستورية السورية والتي بدأت اليوم في جنيف بكلمات للمبعوث الأممي ورئيس وفدي المعارضة ونظام. طبعا معنا في هذا المحور هنا في الاستوديو السيد عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات، اهلا بك. اضافه للدكتور محمود سليمان دكتور بالقانون الدستوري معنا من مدينه اسطنبول، ومراسل حلب اليوم عباس الديري من جنيف، اهلا بكما. ابدا معك عباس، يعني ماذا عن شكل اجتماعات اللجنه الدستوريه؟ تمام، الاجتماعات ستكون على فترات سابقا. الفترة الصباحية هي كانت عبارة عن كلمات لرؤساء الوفود، تحدث بها في البداية رئيس الوفد لما يمثل النظام، قبله كان المبعوث الأممي سيد المبعوث الأممي. جاء في حديث المبعوث الأممي أن جنيف هي الخطوة الأولى لحل الصراع في سوريا، ولأنه ليس الحل الوحيد أو الحل الأوحد لحل الصراع. ثم تكلم بعد ذلك المبعوث أو السيد الممثل لسلطة النظام أو ممثل النظام في ممثل نظام الأسد في دمشق، قال أن دستورنا عصري ولا يحتاج لتعديل. مع ذلك أتينا إلى جنيف، بينما قال السيد هادي البحر ممثل أو العضو في اللجنة الدستورية أنهم أتوا هنا لتذليل الصعوبات، أتوا هنا لإنشاء شيء مشترك لسوريا المستقبلية، حتى يكون في سوريا شيء من الديمقراطية والعيش المشترك في سوريا. البرنامج يكون اليوم كما ذكرت سابقا اجتماع افتتاحية للجنة الدستورية، مساء سيكون أيضا هناك جلسة، وغدا سيكون هناك جلستان، وتنتهي يوم الجمعة. طب وفق يعني رؤيتك كما كنت في جنيف، طبعا كيف بدأ اللقاء بين وفد المعارضة ووفد النظام؟ في البداية كان الوفد المعارضة على يمين المبعوث الأممي، ووفد المعارضة النظام نظام الأسد وفده كان على اليمين، ووفد المعارضة على اليسار. لم يكن هناك حديث مشترك بين وفد النظام والمعارضة، كان هناك كلمات افتتاحية للجلسة، وما أشهد أن هناك شيء في الأفق، حيث أن الضامنين روسيا تركيا وأمريكا يريدون الحل، هذا ما لمسته شخصيا، يريدون حل السياسي، مع أن روسيا تصريحها في ليلة البارحة كان شيء من التخبط السياسي، هذا ما وصفه الممثل أو مبعوث الخاص إلى سوريا أو نائب المبعوث الخاص إلى سوريا، قال أن هذا التصريح هو تخبط سياسي، نحن نريد حل سياسي لا نريد حل عسكري في سوريا. سيد عبد الوهاب، يعني وفق رؤيتك هل سيلتزم النظام في أعمال اللجنة الدستورية؟ يعني واضح من نبرة أو الكلمة الافتتاحية التي ألقاها موفد أو رئيس اللجنة الدستورية من طرف النظام السوري أنه لا يوجد لدى النظام السوري رغبة في الوصول إلى صياغة دستور جديد. إذن هو يجادل على أمرين، إما أن يطبق الدستور الحالي بحرفيته وبحذافيره، أي دستور عام 2012 بدون أي تعديلات، وهذا السقف العالي الذي تحدث به رئيس اللجنة الدستورية من طرف النظام السوري، أو الأمر الآخر هو تعديل دستور عام 2012. طبعا إلى ماذا يقود هذا الأمر؟ يقود إلى إما أن تتعثر أعمال اللجنة الدستورية على مدار فترة معينة من الزمن، أو طبعا وهذا يؤدي بشكل من الأشكال إلى تصعيد ومباحثات دبلوماسية وندخل في مسار طويل، أو أن تفشل بكل صراحة هذه اللجنة الدستورية أو عمل اللجنة الدستورية. وهنا تلويحات وإشارات من قبل المبعوث الأممي ومن قبل الدول الضامنة بأن اللجنة الدستورية ليست هي الحل، وليست بالضرورة أن تكون طريقا إلى الحل، أو أن تؤدي هذه الجهود الدبلوماسية برعاية الأمم المتحدة وبرعاية الدول الضامنة وبرعاية المجموعة المصغرة إلى النجاح. وهنا ربما يراهن النظام السوري في حال النجاح تحقيق إما سقف تطلعاته الذي تحدثنا عنه، وهو إقرار الدستور عام 2012 ومشاركة المعارضة فيه بدون أي تعديلات،
أو الوصول إلى سقف أدنى من ذلك، وهو بالنسبة له سقف أيضا ليس مرفوض، وهو التعديل على بنود الدستور عام 2012. طبعا ماذا يعني ذلك؟ يعني إما أن يتم تشكيل في النهاية نظام من دون بشار الأسد، أو نظام مع بشار الأسد، أو نظام مع بشار الأسد ونوع ما معارضة يعني شكلية مثل معارضة حضن الوطن إن صح التوصيف، بالإضافة إلى ربما نظام من دون بشار الأسد زائد معارضة، يعني ربما هذه المعارضة أو شكل من الأشكال. هذا الشكل تتفق عليه روسيا وربما لا تعترض عليه الدول الضامنة الأخرى. هذا أيضا محط جدال سيكون كبير، هل ستوافق عليه الدول الأخرى، أي المقصود فيه هنا المجموعة المصغرة التي تقودها الولايات المتحدة طبعا ويضاف إليها الدول العربية أم لا؟ هذا صراحة أعتقد أنه للحظة لا يمكن الإجابة عنه. دكتور محمود، رئيس الوفدين شددا على حرية القرار، هل فعلا هم أحرار في اتخاذ قرار الدستور أم ماذا؟ أختي العزيزة، يعني دعينا نتكلم بصراحة شديدة، هذه اللجنة الدستورية هي التفاف حقيقي على قرارات الأمم المتحدة، وبالنتيجة آلية اختيار الأعضاء ذكرتها وآلية القرارات وتشكيل اللجنة ليست في صالح الشعب السوري. بصراحة شديدة هذه اللجنة الدستورية هي التفاف على تضحيات الشعب السوري، ومشاركة المعارضة فيها حقيقة هي تغطية لإعادة تأهيل المجرم بشار الأسد من خلال أصلاً يعني المعارضة لا تملك حتى 30 عضو من أصل 150 أصلاً تمثل الثورة. بصراحة شديدة يعني هذه الدخول بهذه التهاليز وهذه التفاصيل والنظر، ولا ننظر إلى أساس المشكلة أن هذه اللجنة الدستورية غير شرعية وتخالف قرارات مجلس الأمن، وكان على المعارضة التمسك بهذه النقطة تحديدا. نحن ضد مناورة اللجنة الدستورية، نحن مع كتابة الدستور ولكن وفقا لقرارات مجلس الأمن التي نصت صراحة قبل اللجنة الدستورية هناك متطلبات فوق تفاوضية، من إخراج المعتقلين إلى فك الحصار إلى أيضا الحصار عن المناطق إلى وقف القتال، هذه النقاط فوق تفاوضية. ثانيا هيئة الحكم الانتقالي التي هي بصلاحيات تنفيذية كاملة، وهذا يعني الصلاحيات التنفيذية كلنا يعرف الحكومة ورئيس الجمهورية، كيف يمكن للجنة دستورية وأيا ما كان الوصول ولو مثال هذا الدستور كيف ينفذ وكيف يطبق بظل الأجهزة الأمنية وبظل بشار الأسد التي قامت الثورة من أجله، الثورة قامت من أجل إنهاء الاستبداد. من يستطيع أن يصوت على هذا الدستور أيا كان بوجود هذه الأجهزة الأمنية وبوجود بشار الأسد وبظل أكثر من نصف الشعب السوري خارج سوريا وفي بلاد المهجر والنزوح وغيره؟ لذلك قضية رئيس اللجنة ووجوده وصلاحياته ومن يرأس، هذا كله يعني تصغير للقضية الأساسية والجوهرية والتي هي يراد فيها أولا تشتيت الوقت وتشتيت الرأي العام، وإضافة إلى إضاعة الوقت لبعد 2021 من أجل انتخاب بشار الأسد بظل الدستور 2012، وبعدها أيضا أخذ 7 سنوات. أختي العزيزة، بالنتيجة هذه اللجنة الدستورية حقيقة يجب على كل قوى الثورة مقاطعتها، وهذه المعارضة التي لا تنتمي للثورة صراحة، يعني لو تنتمي للثورة أضعف الإيمان تتمسك بمطالب الثوار بالداخل وبتضحياتهم. هل خرجت مظاهرة من الداخل تؤيد هذه اللجنة الدستورية؟ لماذا يختطف صوت الشعب الثائر ويتم الالتفاف على إرادته الذي خرج وقدم التضحيات الكبيرة والجسيمة ولم يطلب؟ نعم الوضع مأساوي وكلنا نريد حل لهذه القضية، ولكن الحل شيء والانتقال دكتور محمود نعم وضحت الفكرة كي يسعنا الوقت أكثر. ومن ذات النقطة أو يعني بناحية قريبة منها أذهب لمراسلنا عباس، يعني ممثلون عن المجتمع المدني غاب حضورهم خلال بدء هذه الأعمال والاجتماعات، لماذا؟
في الحقيقة وصلنا بعض التسريبات أنهم غير راضون لما يوصف بأنهم هم ممثلون مستقلون. ربما هناك بعض الإشكالات أيضا بين المعارضة أو وفد المعارضة والممثلين عن المجتمع المدني. المعارضة تصفهم بأنهم هم تابعون بشكل أو بآخر لأجندات النظام وضعها مسبقا، وأيضا النظام يصف هذه اللجنة أنهم أيضا يتبعون لأجندات خارجية. الكل هنا نعرف مسبقا أنهم وضعوا بشكل إجباري عن المعارضة والنظام، عن وفدي المعارضة والنظام، وقد وضعهم السيد المبعوث الأممي غير ديبرسون لإنهاء إوهام العالم أن هناك شيء مشترك في سوريا، أنهم هؤلاء اللجنة جاءوا مناصفة من النظام ومن المعارضة، غابت بسبب عدم التنسيق بين النظام والمعارضة بحسب ما قال لي أحد الأعضاء في لجنة التفاوض التابعة للمعارضة، أن لا يوجد أي تنسيق بيننا وبينهم، هم يتبعون بشكل أو بآخر لأجندات النظام، هم يمثلون النظام أكثر من أن يمثلوا المعارضة أو الشعب السوري. سيد عبد الوهاب، يعني إذا بعيدا عن الرؤى لعمل هذه اللجنة، برأيك يعني هل ترى بالفعل أن سوريا باتت قادرة على العمل ضمن ما ستفضي به هذه اللجنة الدستورية على صعيد مثالي مثلا؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن تؤدي هذه اللجنة الدستورية إلى الخروج إلى انتقال سياسي حقيقي أو إيقاف الصراع؟ أنا أعتقد أن لن تؤدي اللجنة الدستورية إلى حل على الأقل في الوقت الراهن وفي المدى المتوسط. الإجراءات أو المراحل التي تم وضعها في القواعد الإجرائية أو في الورقة التي قدمها المبعوث الأممي حول عمل اللجنة الدستورية وكذلك قدمتها الأمم المتحدة، تعني أننا أمام فترة طويلة جدا الحديث عن موافقة عمومية والحديث عن بيئة آمنة ومن ثم انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية. يعني أعتقد الأمر طويل جدا، لذلك في تلك المرحلة سنكون أمام إضاعة وأمام وقت كبير قد يستغله النظام السوري في عمليات عسكرية، قد تستغله روسيا لتعزيز المزيد من نفوذها، تستغله إيران أيضا لتعزيز أنشطتها وتوسيع أنشطتها وتعزيز وجودها في سوريا وفي مناطق أخرى، في حين سوف تلتهي المعارضة بطبيعة الحال بهذه الأعمال بعيدا عن المجريات أو ما يجري على الأرض من سواء من عمليات عسكرية أو تغيرات في مناطق النظام السوري وفي شرق سوريا. أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات، لمشاركتك معنا في هذا الملف. وأيضا كل الشكر لكم ضيوفي، دكتور محمود سليمان دكتور بالقانون الدستوري، حدثتنا من اسطنبول، وأيضا مراسل حلب اليوم عباس الديري، كنت معنا من جنيف. مشاهدينا، فاصل قصير نتابع بعده تبعات انتهاء المهلة الممنوحة لقوات سوريا الديمقراطية لإخلاء مواقعها على الحدود السورية التركية. ابقوا معنا.